السلام عليكم ورحمه الله، مرحبا بكم معي في قناه خديجه شانيل، قناتي وقناتكم. اليوم نقدم لكم مجموعه من المعاطف الشتويه ديال 2020 بموديلات زوينه كي كتشوفوا معايا. عندنا اول حاجه بدينا بها اللون المارون، عندنا هنا اللون الاخضر اللي هو دارج هذه السنه هذه، وكي كنقول لكم وكنصح الناس دائما حذاء رياضي. وعندنا هنا اللون الوان رائعه، وكتحاول انك تنسقيها بحذاء اسود او فولار اسود. وعندي هنا اللون الاخضر كيف قلت لكم بحذاء رياضي وحقيبه يد في اللون الاسود مع سروال جين او اي يعني بونطالون يكون لونه الاسود. وهنا المونتو اسود فيرور من القب مع شال للراس باللون الاسود، وهذا اللون الدارج هذا العام اللون الكراميل. ودائما اللون الاسود كشال للراس واحذاء اسود، وهنايا باللون ديال الجين، واشال للراس باللون الازرق والجين ازرق مع هذا اللون الكراميل، وهذا اللون كراميل مخطط باللون الاسود مع حذاء اسود وشال للراس باللون الاسود. يمكن استعمال ايضا حقيبه باللون الاسود، وهذا اللون الكراميل الرائع مع اكمام واسعه مع كشكول باللون ديالو، وهذا ايضا في اللون الكراميل مع حذاء بوت طالون. وهذا ايضا بالنسبه للبنات اللي باغيين انهم يفصلوا او الموديلات، فهذا احسن فيديو ياخذوا منه فكره رائعه. وبالنسبه للبنات هنا بالنسبه للبنات اللي كيزعموا اللي يعني عندهم الجراه في اللون الاحمر، هذا لون احمر غامق مع كشكول مخطط، وهنا اللون احمر غامق ايضا مع تريكو مخطط وحذاء بوت ابيض مع شال للراس باللون الاسود، وهذا ايضا باللون الاحمر الغامق مع بوت باللون الاسود طانو مع حذاء رائع جدا. وهنا اللون الاصفر كي ايضا دارج هذا السنه، وهذا اللون اللون رائع جدا، ما يعني ليس اصفر يعني مشع جدا، وهذا مع الحذاء الاسود طالون بوت طالون مع شال لراس باللون الاسود. هانتوما بالنسبه للبنات هذا لون رائع، وهناك لون ديال المتاغط وايضا لون رائع، ممكن ناخذ حذاء بنفس اللون مع الجين ازرق وشال للراس باللون الجين واش قميص ابيض. وعندنا هنايا اللون ايضا الماغو مع حذاء رياضي ابيض وحقيبه ظهر في اللون الاسود مع شال لون اسود. وعندي هنايا اللون الرمادي بحذاء اسود وشال اسود وحقيبه يد سوداء. هانتوما اللون الرمادي يتناسب ايضا مع اللون الاسود مع شال اسود وحذاء في اللون الاسود او حذاء رياضي في اللون الابيض مع بونطالون في اللون الابيض، وهذا ايضا مع حقيبه ظهر وحذاء رياضي في اللون الابيض. اتمنى لنا الفيديو ديال اليوم الى الاعجاب ديالكم، ما تنساوش كيف العاده الاشتراك في القناه وضغط على زر الجرس باش يوصلكم دائما الجديد، وشكرا للمتابعه.